تواجه الحكومة القطرية ضغطا دوليا من جانب منظمات وهيئات لحقوق الإنسان بسبب الانتهاكات المستمر لحقوق العمال، فيما تستعد منظمة العمل الدولية لفتح تحقيق مع الدوحة بشأن هذه الانتهاكات في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها المنظمة إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية. بعد يوم عمل شاق يعود العمال في قطر إلى مساكنهم، وهذا الشارع يمثل نقطة التقاء لهم بعد وصول حافلاتهم. شاء القدر أن يحدث تجمع يومي كهذا، إذ ليسوا متجمهرين تعمدا لبدء أعمال شقب مثلا، وإن فعلوا فلا يلامون لومة لائم. الاضطهاد القطري للعمالة الوافدة تردد كثيرا على ألسنة المنظمات الحقوقية والعمالية لسنوات طويلة، ومع الأزمة الراهنة يتصدر ملف العمالة بين فترة وأخرى مشهد الأزمة بسبب الزيادة الملحوظة في عدد الاتهامات الموجهة ضد النظام القطري الذي تسبب بوفاة مئات العمال من جنسية مختلفة بسبب الانتهاكات. ونظرا لسجل الدوحة الأسود في مجال حقوق العمال، من المقرر أن تصدر منظمة العمل الدولية الشهر المقبل قرارا لتشكيل لجنة تحقيق، وهي خطوة عقابية نادرة لم تفرضها المنظمة إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية. في الغضون تحاول قطر بشتى الطرق تفادي هذا العقاب عبر تقديم ضمانات للعمال حول مستحقاتهم، وهو أمر يعد تنفيذه في غاية الصعوبة بالنظر إلى حجم الانتهاكات، ناهيك عما يتعرض له العمال من معاملة وحشية من أرباب العمل من جهة والسلطات الأمنية من جهة أخرى، بالإضافة إلى القوانين التي تجعل من العمالة عرضة للاستغلال، قانون إلزام العامل بعدم تغيير جهة العمل أو مغادرة البلاد إلا بموافقة الكفيل. كل ذلك من شأنه أن يحيل النظام في قطر للتحقيق بشأن وضع العمالة، وليس من الصعب البحث عن الأدلة والبراهين التي تثبت صحة تلك الانتهاكات، فهي موجودة في تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية.